الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي مشاهدي قناة الرحمة، معكم أستاذ دكتور أحمد الجزار، أستاذ أمراض النساء والتوليد، كلية الطب القصر العيني. النهاردة يا جماعة موضوع الحلقة إن شاء الله بإذن الله الكريم إحنا عاملينه سؤال. السؤال ده أنا سايبه مفتوح لأي استفسار لحضراتكم في موضوع النساء والتوليد بإذن الله الكريم. إحنا النقطة اللي أنا عايز أوجه انتباهكم ليها هي نقطة مهمة قوي. ممكن كل واحد يخطر في باله سؤال، السؤال ده قد يكون له علاقة بالحمل، قد يكون له علاقة مثلا بتأخر الإنجاب سواء من الشق بتاع الأنثى أو الشق بتاع الذكر، أو يكون الموضوع ده عامة مشكلة الست بتواجهها ومش شايفة ليها حل وحاولت إنها تعمل لها أي طريقة حلول وراحت استشارة الطبيب ولكن ما حصلتش على نتيجة. هقسم الموضوع لثلاث أجزاء، هي مشكلة في الحمل، مشكلة في أمراض النساء، ومشكلة في تأخر الإنجاب. هنيجي نتكلم على أول حاجة يعني إيه مشكلة في الحمل. ممكن أي ست فيكم يا جماعة يبقى واجهت مشكلة معينة وهي حامل، قد تكون المشكلة دي بسيطة وقد تكون المشكلة دي كبيرة في وجهة نظر. سواء كانت المشكلة صغيرة أو سواء كانت المشكلة كبيرة، بأمر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله على قد أمر إن أنا أدي الجايد لاينز يعني الخط الصحيحة أو الاتجاه الصحيح اللي هي المشكلة دي هيبقى إزاي. طبعا في مشاكل اسمها مشاكل متكررة، مشاكل متكررة زي والعياذ بالله مثلا موضوع الإجهاض المتكرر، زي مثلا موضوع إن أنا كل حمل مثلا بيجي لي ضغط حمل، زي كل حمل لا أنا ساعات بيجي لي سكر حمل، زي كل حمل مثلا لا والله أنا ساعات بولد ولادة مبكرة مثلا في الشهر السابع، والله لا أنا عندي مشكلة معينة في جسمي، زي مثلا أنا مريض مثلا وعندي صمام في القلب تعبان وبلاقي غصب عني إن مع الحمل إن المشكلة دي بتؤرقني وبيبقى عندي مشكلة كبيرة. لا والله ده أنا ساعات ضغطي بيبقى عالي من قبل الحمل وما بيجي الحمل بلاقي المشكلة دي بتبقى أكبر. لا والله أنا عندي مريض بالسكر ولكن لما ببقى حامل بلاقي مشكلتي ما بقيتش عارف أسيطر عليها ولا عارف أظبط الموضوع بتاعها إزاي. هو ده الموضوع الرئيسي اللي أنا حطه الحلقة، يا ترى إيه مشكلتك اللي أنت بتواجهها وعايز إزاي إن أنت تاخد منها أحسن استفادة أو الخطوات بتاعتها تتعمل إزاي. أهم حاجة تهمني يا جماعة أن أنا عايزكم تركزوا معايا في نقطة واحدة بس، أن أنا قبل ما أخش في الحمل، الحمل ده أنا بعتبره زي الماتش، زي كأنك داخل أنت داخل مسابقة أو بتقول لا والله أنا داخل ألعب ماتش كورة ولكن أنا ما ينفعش أكون داخل الماتش ده وأنا مش مستعد خالص. يعني مش مستعد، يعني ما ينفعش اكون داخل الماتش وانا مش متدرب، ما ينفعش اكون داخل الماتش وانا ما عنديش لياقه، ما ينفعش اكون داخل الماتش وانا لا ما خدتش مثلا خطه هلعب بيها كويس. هي الحمل نفس القصه، يعني لو انا مثلا فرضا ان انا بتكلم على مريض عنده سكر، المريضه دي مثلا سي انها بتاخد انسولين وداخله انها نفسها ان موضوع الحمل ده يحصل، في جميع الكتب الطبية أو في أي حتة في العالم محترمة دايما يأكد عليك يقول لك إيه، يقول لك لازم أي مريض عنده سكر قبل ما يبتدي إن هو يتجه إن الست دي تبقى حامل لازم يقعد فترة 12 أسبوع يظبط السكر قبل الحمل ده ما يحصل. يعني أنا أحمد أنا أفكر إن أنا أجيب بيبي لازم إن أنا لو أنا مريض بنقري يعني تقريبا 3 شهور عشان أصل إلى مرحلة معينة قبل ما أفكر إن أنا أخش وأبقى حامل. يقول لك لو أنا ما عملتش الحركات دي أو أنا ما زبطتش السكر ده بطريقة مظبوطة قبل ما أخش أبقى حامل هواجه مشاكل كتير قوي. أول حاجة هواجه مشكلة إن أنا ممكن أتأخر في الإنجاب، يعني أنا لو سكري مش مظبوط ممكن ألاقي إن موضوع الإنجاب ما بيحصلش. النقطة رقم 2، لو أنا حملت حتى وعديت من المشكلة الأولانية بتاعت إن أنا متأخر في الإنجاب، لا أنا ممكن كيس الحمل نفسه أو النطفة نفسها ما تتخلقش، نسميها في الطب حاجة اسمها بلايتد أوفم، يعني كيس حمل فاضي، يعني كأن كيس الحمل ما تخلقش فيه نطفة. معانا اتصال، نستقبل الاتصال الأول ونكمل موضوعنا. معانا الأستاذ عبد الله، اتفضل أستاذ عبد الله. غالبا الاتصال بتاع عبد الله غالبا انفصل. نكمل الحلقة بتاعتنا. احنا بالنسبة لنا يا جماعة في الموضوع اللي بنتكلم فيه موضوع سكر، لو انا السكر ده ما قدرتش اظبطه خلال ال 12 اسبوع قبل ما يحصل حمل قلنا اول حاجة انا ممكن اتأخر في الحمل. النقطة رقم 2، اتفقنا على ان انا ممكن لو حصل حمل ان الحمل ده ما يكملش والعياذ بالله ويحصل فيه اجهاض، يبقى انا لازم اظبط سكري كويس جدا قبل ما احمل عشان ما يحصلش اجهاض. ايه السبب في كده او صور الاجهاض اللي بتحصل مع السكر؟ كل الصور ممكن تحصل، من اول صوره اللي هي صوره البلايتد اوفم ان يبقى عندي كيس حمل ولكن النطفه اللي داخل الكيس ما تتخلقش. يقول لك النطفه اللي داخل الكيس ممكن ما تتخلقش ليه؟ يقول لك 70% من المشكله بينصب على ان هذا السبب بيبقى عباره عن اخطاء كروموزوميه، يعني خطا بيحصل في الجين الوراثي بتاع النطفه اثناء مرحله الانقسام.
يعني والنطفه بتتخلق بيحصل اخطاء في الانقسامات بتاعه النطفه، ودي مشهوره جدا في السكر، ويحصل حاجه اسمها بلايتد اوفم يعني كيس حمل ولكن النطفه اللي جواه ما تكملش تخليق. يقولوا عليها في الطب يقول لك اصل انت حامل في كيس حمل لكن كيس الحمل فاضي. معانا اتصال اخر. معانا اتصال. ام السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. دكتور احمد، انا والله انا عندي سؤال، وعندي الاول عايز اشكرك بس على الهوا. انا كلمت حضرتك مره واحد على الهوا وكان عندي التهابات مزمنه كان بقالي 3-4 سنين، وبفضل الله العلاج اللي انت قلته لي والله العظيم ما شاء الله ما عادش في اي حاجه خالص، يعني بفضل الله بفضل ان انا تعبت جدا مع دكاتره كتير قوي، فانا بشكر حضرتك والله، ومش قادره مش قادرة أوصف يعني الكرم وأخلاقك لما كلمتك في التليفون وقلت لي على علاج حتى في تليفونك الشخصي، يعني دي موقف إنساني جدا، يعني أشهد لك بيه على الهواء قدام أي حد والله، جزاكم الله خير. أشكرك جدا فعلا، متشكر جدا. تاني حاجة يا دكتور، أنا مركبة لولب، أنا يعني وضع بقالي 30.5 ومركبة لولب، بس أيوه. بعض الأوقات بحس بوجع في أسفل ظهري، ألم يعني في أسفل الظهر، والألم زي ألم الحيض بالظبط، بس ما بقاش وقت الحيض، يعني بقى ممكن يبقى لسه الحيض منتهي بقالي يومين أو كده، لكن مع الحركة أو كده بحس بالألم ده. هل اللولب، وعملت عليه أشعة عند دكتورة عندنا في البلد قالت إن اللولب كويس، هل ممكن اللولب يبقى عايز حاجة بعلم حضرتك أنت ولا عادي ممكن يبقى الألم ده عشان مركب اللولب بس؟ أجاوبك حاضر. الحبوب أو كده بطلع بحمل منها على طول. هجاوبك حاضر يا ماما، هجاوبك حالا. شكرا لك، ربنا يجازيك خير يا ماما. انا متشكر جدا طبعا على الاطراء الجميل اللي قالته ام عمر ده، متشكر جدا جدا جدا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى لو جاني اي اتصال او جاني اي حد عنده مشكله ان انا ربنا سبحانه وتعالى يقدرني ان انا اديله علاج، واتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون العلاج ده فيه ان شاء الله باذن الله الخير. بالنسبه لام عمر، الاتصال بتاعها بتقول ان هي عندها شويه الم اسفل الظهر نتيجه لوجود اللولب. طبعا بص يا ام عمر، هو في كلمه مشكله الم اسفل الظهر، انا عايزك تركزي معايا ان المشكله دي ليها كذا شق. عشان اول حاجه في جسمي انا، قد يكون انا وزني زايد، وقد يكون الوزن الزايد ده هو السبب الرئيسي في الالام اللي موجوده في ظهري، ولكن لما حطيت اللوب الالام بتاعت ظهري زادت، يعني ابتدت تبان بوضوح. يبقى إذن أول مشكلة لو أنا وزني زايد، لأ لازم هيبقى عندي ألم أسفل سلسلة ظهري، والألم أسفل سلسلة ظهري ده هيزيد مع تركيب اللولب. النقطة رقم 2، أحياناً أم عمر اللوب نفسه كسايز أو كمقاس بيبقى أحياناً بعض السيدات عندها الرحم نفسه بتاعها السايز بتاعه أصغر من إن هو يستحمل هذا اللوب، فبيمثل هذا اللوب نوع من أنواع الثقل على ظهر الست. النقطة رقم 3، لو الست عندها التهابات في عنق الرحم، يبقى لو أنا عندي عنق رحم فيه شوية التهابات اللي احنا بنقول عليها erosions أو alterations، يعني حاجة اسمها تقرحات أو يدوبك التهاب بسيط عامل شوية هايبريميا، يعني عامل شوية احمرار بس في عنق الرحم، يبقى لو عنق الرحم ملتهب هينتج هذه القصة. المشكلة دي يا جماعة بتنتج دايما من الفتل بتاعت اللوب. معانا اتصال آخر نستقبله. معانا مدام أسماء، اتفضلي مدام أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام مدام أسماء، اتفضلي. دكتور أنا متجوزة بقالي 2 شهر ولسه لحد دلوقتي ما حصلش أي حمل. تمام. أسماء أنت كملي يا أسماء. سني عندي 20.5 سنة. تمام، عملتي تحاليل يا أسماء أو فحوصات؟ لا، عملت مش متابعة تبويض، الدكتور قال لي التبويض كويس وكل رحت لكذا دكتور وكده، بس قال ما فيش حاجة، وكل ما اروح كان بيديني مرشطات، ساعات الدورة كانت بتأخر عليا، كان بيديني برشام ينظم الدورة وكده، ولحد دلوقتي ما فيش حاجة. وجوزي عمل تحليل، أول ما عمل تحليل الدكتور قال له عندك نسبة دوالي بس مش محتاج عملية ولا كده، عمل إشعة على الخصية، عمل تحليل دم، قال له هرمونات جسمك كويسة وكل حاجة مظبوطة، بس المشكلة في الدوالي، ولا كان في عدد ولا كان في حركة بس. و التحليل بتاعه ما كانش فيه عدد ولا حركة، ولا قصدك الحركة يعني والعدد كويسين؟ ما يعني كان التحليل ما كانش كويس خالص. التحليل ما كانش كويس خالص، ودلوقتي التحليل بقى كويس؟ دلوقتي الحمد لله، يعني الدكتور قال له تعالى العدد اتحسن، بس المشكله ان الحركه بطيئه. الحركه بطيئه. حاضر يا اسماء، انا هجاوبك حالا. معايا اتصال اخر، ام عمر.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت يا دكتور ممكن اسأل حضرتك سؤال واحد؟ تفضلي يا فندم، تحت امرك، تفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا باخد وسيلة لمنع الحمل، الحقن اللي هي كل 3 شهور. ايوه. فانا يعني من وقت لاخر بتنزل عليها دم شوية. تمام. فانا ما بتاعتش في اي وسيلة بصراحة اللي هي الوسيلة دي. تمام. فانا مش عارفة يعني، وبيجيلي دلوقتي ألم في ظهري وساعات بيجي لي تقلصات. ماشي عليها بقالك قد ايه يا ام عمر؟ انا على يعني انا ماشيه معاها يعني بقالي حوالي كده 6 سنين بالظبط. 6 سنين بس انا اخدتها قبل كده بين اللي بين كل ولاده وولاده بقيت اخدها. انت عندك كام سنه دلوقتي يا ام عمر؟ 43 سنه. ايوه. حاضر يا ام عمر، انا هجاوبك حالا. ماشي يا دكتور. حاضر فعلا، تحت امرك. الاتصال الاولاني بتاعنا كان برضو من ام عمر، وكان الفكره بتاعت الالام بتاعت الظهر، واتفقنا ان ممكن الوزن الزايد، ممكن التهابات عنق الرحم، ممكن حاجه اسمها السايز وعدم تناسقيه ما بين حجم اللوب وما بين الرحم. النقطه رقم 4 حاجه اسمها ديسبليسد ايودين، ان اللولب بيبقى واقع من مكانه شويه، يعني اللولب بيبقى موجود داخل الرحم ولكنه ديسبليسد بعض الشيء، سائط بعض الشيء. سبب رقم 5 بنقول عليه لو كانت الثريدز اللي هي الفتل بتاعه الاي او الفتل بتاعه اللولب طويله بعض الشيء، دي احيانا بتمثل بعض التراكس اثناء المجهود اللي الست بتمارسه، بيبقى الفتل الطويله دي بتمثل زي ثقل بيؤدي الى الام بتشعر بها الست دايما في اسفل سلسله ظهرها. سبب رقم 6 هو وجود التهابات مهبليه بتسمع في منطقه عنق الرحم، تشعر السيده على طول باستمرار في الم في الظهر. سبب رقم 7 التهابات في مجرى البول. اذا اللي انا شرحته ده كان هدفي منه ام عمر ان هتشوفي اقرب العناصر اللي انا شرحتهم وحضرتك هتحاولي لازم تظبطيه. بالنسبه للاتصال الاخر اللي كان جاني من اسماء، بصراحه الاتصال ده مهم جدا يا جماعه، لان طبيعه العمل بتاعنا كله او التركيز الرئيسي بتاعنا على تاخر الانجاب، واتكلمنا في موضوعات حلقات كتير قوي وشرحنا ان القصص اللي هي بتقولها اسماء دي لو احنا هنستوعب الاتصال اللي هي قالته هنلاقي بعض الدفوهات العنيفه جدا باينه في الكلام. اول حاجه اسماء، بالرغم من ان المشكله في الحوار اللي هي بتقوله هي مشكله للزوج واضحه جدا، هي مشكله الزوج، اتكلمت ان الزوج عمل اشعه على الخصيه واتضح ان في دوالي على الخصيه والدكتور قال له الدوالي مش محتاجه عمليه، ولكن اتضح بعد كده ان الزوج كان في الاول تحاليل السائل العدد والحركه بتوع الحيوانات المنويه كانوا ضعيفه، وبعد كده حصل تحسن ان بعض الشيء بقى فيه عدد من الحيوانات المنويه ولكن الحركه لازالت سيئه طبعا، وقالوا لها ان الدوالي مش محتاجه انها تتعمل، ولكن الست برضو في نفس الحوار راحت قايله والله لا ده انا كمان خدت منشطات والدوره ساعات ما بتتظبطش معايا، ما عملتش اي فحوصات ولا عملت اي تحاليل. طبعا الحوار كله يا جماعه مليان اخطاء. الحاجه الاولانيه ده ميل فاكتور، يعني مشكله زوج، والزوج دلوقتي اندر تريتمنت، تحت العلاج. لو هو تحت العلاج وبيتحسن خير وبركه، لو تحت العلاج وما بيتحسنش برضه خير، لان لو ما فيش تحسن يبقى في سكه ان احنا نعمل له اخصاب. النقطه اخصاب مجهري يعني. بالنسبه للزوجه هي ما عملتش اي فحوصات هرمونات ولا عملت اي تحاليل، هم اللي بيعملوا لها كل متابعه تابوت وبيظبطوا لها الدوره الشهريه. واحيانا بيدوها بعض المنشطات. طب اول حاجه الست دي بتاخد منشطات، مش عامله اي فحوصات ولا تحاليل لاي حاجه في الهرمونات في جسمها، يبقى اول خطوه مطلوبه بالنسبه لي مدام اسماء، اول حاجه لا لازم هتبتدي تركز انها تعمل الفحوصات الهرمونيه بتاعتها. خطوه رقم 2 لو هي حتى تابعت التابوت وطمنت ان التابوت بتاعها كويس، ده شيء كويس جدا، ولكن المشكلة بالنسبة للزوج دلوقتي قلة العدد والحركة، وأنا في رأيي إنها لازم تروح لحد كويس، لأن غالبا دي هتحتاج من القصة والكلام اللي أنا سمعته هتحتاج لوسائل الإخصاب الصناعي، يعني غالبا دي هتحتاج إلى حاجة اسمها حقن مجاري. ده على كلام أسماء إن المشكلة مشكلة زوج، وغالبا دي هتحتاج تعمل شغل الإخصاب المجاري زي شغل أطفال أنابيب وحقن مجاري. وأنا في رأيي إنها لازم تغير الطبيب وتبتدي تستشير حد كونسلتنت، حد يكون كويس على أساس تبتدي تستفيد بدل ما هي بتضيع في وقتها ومش قادرة توصل لنتيجة إيجابية. بالنسبة للاتصال الثالث بتاع أم عمر، قالت إنها بتاخد الحقنة كل 3 شهور، وقالت إن هي دي الحاجة الوحيدة اللي ريحتها. حقيقة يا أم عمر أنا ما بحبش الدبو بروفيرا إنجكشن، يعني الحقنة اللي هي على استمرار مدى طويل دي مش مستحبة قوي، اللي حضرتك مشيتي عليها فترات طويلة وبتقولي إن هي دي الوسيله اللي بتريحك. طبعا الدبو بروفيرا من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتها ان احيانا من وقت للتاني هي بتعمل احساس التقل اللي حضرتك اشتكيتي منه، بتعمل الاحساس في الام الظهر، بتعمل السبوتنج او نزول الدم في اوقات ممكن ما تكونش اللي انت متعوده عليها، ممكن ترفع الدوره الشهريه خالص، ممكن تنزل الدوره في صوره نقط، ممكن تخلي الدوره مش مظبوطه. هي دي مشاكلها العامه اللي انت حضرتك بتتكلمي فيها، ولكن انت بتقولي دلوقتي انا عندي 43 سنه، انا ليا رجاء عند حضرتك، حضرتك هتعملي
تحليل واحد بس اسمه انتي موليريان هرمون اسمه الاي ام اتش. الانتي موليريان هرمون اسمه تحليل قياس المخزون المبيضي. تطمني والله هل يا ترى انا عندي المخزون بتاع المبيض بتاعي كويس؟ يعني هل انا ممكن استخدم وسيله اضعف من الحقنه دي ويكون افضل؟ وانا افضل بصراحه بعد الحقنه دي ما يروح تاثيرها حضرتك تبطلي تستخدميها تاني خالص، وحضرتك الفتره اللي جايه دي سواء سنه او سنتين اللي جايين لحد ما يبتدي الهرمونز بتاع جسمك الانتي موليريان هرمون ده يبتدي يضعف خالص او يبتدي قدرتك الانجابيه تقل، يا ريت حضرتك تستخدمي حاجه مع عمر زي حاجه اسمها الجينيرا او زي السيليستك حبوب منع حمل، دي بنسميها حبوب الجيل الرابع او الياسمين، ودي ملهاش اي اعراض جانبيه وهتستريحي عليها جدا طالما انت مستريحه على الدبوبروفير، لان الدبوبروفير بصراحه اعراضها الجانبيه كتيره جدا ومشاكلها كتير قوي، فانا عايزك تتجنبي هذا الشق كفايه كده، ولكن حاولي تنقلي على وسيله ثانيه زي الجينيرا او السيليست. معانا اتصال؟ معانا اتصال مع براوف، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا كنت حملت مرتين ورا بعض يعني، وحصل اجهاض في المرتين. ايوه. في المره الاولى في الشهر الرابع والمره الثانيه في الشهر الخامس. ايوه. بس المره الثانيه كان بنزيف يعني، كان الاول المره الاولى ما كانش في اي تعب ولا اي شيء، ورحنا يعني لقينا بعمل صنار عادي فلقيت الجنين ميت يعني. لكن في المره الثانيه حصل نزيف وقعدت شهر نزيف كتير يعني، وبعد شهر الجنين مات برضه. الجنين مات برضه بعد النزيف ده بشهر، برضه الجنين توفى. بعد شهر من النزيف، والدكتور قال لي في كيس دموي في حاجه جنب الرحم هي اللي عامله النزيف يعني، قال لي الرحم كويس ما فيهوش اي شيء، بس كان في حاجه جنب الرحم هي اللي بتعمل النزيف. تمام. فدلوقتي انا حامل برضه. في الشهر الكام دلوقتي يا ام ابراهيم؟ في الشهر الثالث. الشهر الثالث، حضرتك ماشيه على علاج ايه دلوقتي بعد اذنك؟ انا الدكتور كاتب لي اللي هو الفوليك اسيد، وكاتب لي اللي هو الاسبرين دوت. اسبرين الاطفال 75. بتاخدي منه حبايه كل يوم؟ باخد كل يوم حبايه، والفوليك اسيد حبايه، وهو عمل لي كل التحاليل، بقول له تحاليلك كويسه وما فيش اي شيء. بس صراحه يا دكتور انا متخوف برضه ان يحصل نفس المشكله يعني اللي حصلت في المرتين ورا بعض يعني، وانا باخد تيجريتول تعبانه وباخد تيجريتول يعني. بتاخدي تيجريتول 200 ولا 400؟ بتاخدي تيجريتول كام حبايه في اليوم؟ الجرعه بتاعت التيجريتول؟ حبايه 200. حبايه واحده من ال 200 كل يوم. والدنيا مظبوطه معاكي؟ مفيش نوبات بتيجي ولا حاجه؟ يعني تيجريتول 200 مكفيكي؟ ما تعبتيش قريب؟ لا الحمد لله، لان انا كنت تعبانه من فتره والحمد لله يعني خلاص ما عدتش الحمد لله بتعب يعني. يعني التيجريتول 200 الحمد لله مريحك جدا ومفيش مشكله؟ لا الحمد لله مفيش اي شيء، بس يعني بحس بألم ساعات في ظهري كده، بس يعني انا يعني متخوفه قوي من حكايه ان يحصل نفس معاكي يا ام عبروف. ام عبروف انت وزنك قد ايه؟ انا حوالي 74. 74. حضرتك الوالد او الوالده حد من العيله عنده ضغط او سكر؟ الوالد او الوالده؟ لا لا مفيش، انا زوجي اللي عنده سكر وضغط. زوجك بس؟ طيب. حاضر. بص يا مبروف، انا هزود لك حاجات في العلاجات وهكتب لحضرتك بعض التحاليل هتبتدي تعمليها، وهقول لك ازاي تظبطي الموضوع ده. فحضرتك بعد اذنك هتجيبي يا اما تسجلي يا اما تجيبي ورقه وقلم وتكتبي اللي انا هقوله لك دلوقتي. طب معلش لو سمحت حضرتك، انا لما كنت تعبانه في المره الاخيره وهم بيعملوا لي مسحه من الرحم، الدكتور قالت لي عندك التهابات في الرحم. عندك التهابات؟ فالدكتور انا قلت له بعد ما تابعت معاه بعد السقط وكده ومشيت معاه، فعمل لي التحليل اللي هو تحليل الروبيلا دوت، قال لي ما فيهوش حاجه، قال انا مش هكشف عليكي طبعا كشف نسا، بس هعمل لك التحليل ده هيبان اذا كان عندك التهابات ولا ما عندكيش التهابات. فلما عمل لي التحاليل قال لي التحاليل كلها كويسه، وتحاليل اللي هو عملها اللي بتبقى في اول الحمل ديت، وقال لي التحليل ما شاء الله ما فيهاش اي شيء يعني. وما بروف بعد الجنين ما بيتوفى بياخد منك وقت طويل لغايه ما ينزل؟ يعني انا اول مره قعدت يومين كاملين عشان البيبي ينزل. يعني ادوني الاول تحاميل، وبعد التحاميل ما عملتش حاجه، فحطوا لي اللي هي القسطره اللي في الرحم. تمام. وبقى يدوني طلق صناعي. تمام. بالتحاميل دي يعني انا قعدت في المستشفى بالظبط في اول مره خمس ايام. تمام. يومين بالتحاميل ويومين بالطلق الصناعي لحد ما نزل. تمام. في المره الثانيه الحمد لله يعني يومين قعدت يومين في المستشفى ونزل الجنين يعني بعد الطلق الصناعي يوم كامل ونزل اخر اليوم يعني. تمام. حاضر يا معروف. فيا ريت يا دكتور يعني باذن الله الكريم هجاوب حضرتك حالا، وهقول لك باذن الله تزودي ايه وتمشي على ايه، وهقول لك كل حاجه حالا يعني. ممكن انا اجيب حتى، طب انا يعني انا لو قلت للدكتور اللي انا متابعه معاه هنا ممكن يقول لي مثلا انت تحليلك كويسه انت كذا، فما
مش مستدعي ان انت تاخدي علاج زياده يعني. لا ده ضروري، ده ضروري الكلام ده، الكلام ده لا ده ضروري ما ينفعش، لان انت الموضوع ده حاجه متكرره في الطب اسمها ريكارنت اي اف دي، والكلام اللي بتعديه ده غير كافي، ما ينفعش خالص، لان القصه دي كده هتتكرر تاني. لا ما ينفعش يعني، ممكن تحصل نفس المشكله يعني. طبعا الكلام ده غير كافي، لا ما ينفعش يا فندم. حضرتك هتاخدي العلاج اللي انا هقوله لك ده ضروري جدا، وهكتب لك اسم التحاليل هتبتدي تعمليها اللي ازاي تتابعي الكلام ده، انما الكلام ده لا مش هينفع ان انت تمشي على حمض الفوليكول اسبوسيت، ده ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص، ده اي ست حامل عادي. معلش لو خلاص، بس معلش يا دكتور ممكن لو سمحت شويه شويه عشان الحق اكد عينيا، هقولهم بالراحه والعلاج. الله يجزاكم خير. حاضر، الله يكرمك، تحت امرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجاوب اتصال طبعا، الاول هنفسر ايه كلمه اتصاله مع برؤوف، هناخد اتصال اخر ام منى، وبعدين هجاوبهم مع عبد الرؤوف تكون جهزت نفسها. اتفضلي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك السلام، اتفضلي ام منى، اتفضلي. بقول لحضرتك انا كنت عامله عمليه القرحه من قيمه اسبوعين. ايوه. وبعديها يعني الدكتوره غيرت لي عليها، وبعديها بشويه نزل عليا نقط دم. تمام. النقط دي قعدت حوالي 5-6 ايام يعني بنفس الدم، يعني نقط بسيطه كده بس بنفس ريحه دم الدوره. تمام. ودلوقتي بس ده مش ميعاد الدوره، هتيجي السبت الجاي. بس ده مش ميعاد الدوره يا ام منى. لا مش ميعادها. طب تمام. مش عارفه الدم ده ايه، وبعدين عندي وجع جامد جدا في بطني من تحت وفي ظهري. تمام. وبتاخدي علاج ايه دلوقتي بعد القرحه يا ام منى؟ لا هي الدكتوره كانت كاتبه لي على البوس، اخدته وخلاص خلص، وكانت كاتبه لي طبعا على بيتادين يعني بتشطب. انت بتقولي عامله القرحه دي من 5 ايام يا ام منى صح؟ لا من اسبوعين يا دكتور. اسبوعين. تمام. وبعديها بثلاث اربع ايام نزل نقط الدم دي. طيب حاضر. ويعني شويه صفرة شويه بني كده، فانا المفروض دورتي هتنزل السبت الجاي، فمش عارفه دي دوره ولا لا. حاضر. يعني الوجع اللي عندي في بطني وفي ظهري ده وجع فظيع، مش عارفه اعمل ايه تاني. حاضر يا فندم، حاضر. متشكره قوي يا دكتور. تحت امرك يا ام منى. هنرجع بقى يا جماعه نمسك الاتصالين الاخرانيين اللي معانا ونجاوبهم بالتدريج، وده واحد من موضوع الحلقه بتاعنا، او كانت الفكره بتاعت موضوع الحلقه بتاعتنا هو واحد زي اتصال بتاع ام عبد الرؤوف، ازاي ان احنا نقدر بامر الله رب العباد المستعان ازاي نقدر نفيد حد عنده مشكله متكرره، ونبتدي نقول له الجايد لاينز، يعني نقول له ايه خطوط العلاج. قصه ام منى اللي هي بتتكلم فيها دي، ده موضوع حته الجنين يتوفى داخل الرحم. اكتر حاجتين بيعملوا هذا الموضوع هو موضوع من اتنين. الموضوع الاولاني حاجه في الطب اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم، اللي هي قصه ان البني ادم مع الحمل بيبتدي مع بدايه تكوين المشيمه يحصل نوع من انواع الثرومبوزس، يعني ضيق في الاوعيه الدمويه اللي بتوصل الدم للجنين. هذا الضيق بتاع الاوعيه الدمويه بيصل احيانا في بعض الاحيان انه بيموت البيبي سادنلي، يعني موته فجاه، او هذا الضيق يحصل معاه حاجه اسمها سيبريشن، يعني انفصال للكيس والمشيمه بتاعت الجنين، ويبتدي الست دي تبتدي تنزل دم، وبعد شويه هذا الانفصال يزداد المساحه بتاعته. زي الدكتور ما قال ده كيس دم جنب البيبي، هو مش كيس دم ولا حاجه، ده عباره عن انفصال لكيس الحمل من الحائط بتاع الرحم. بعد الانفصال الدم يتجمع ورا المشيمه، يبتدي هذا الدم يزيد المساحه بتاعته لحد ما يفصل المشيمه تماما بتاع الجنين، والجنين يتوفى. ده السبب الرئيسي. السبب الثاني في القصه اللي احيانا بينتج وبيعمل صوره قريبه من الكلام ده هو سكر الحمل. دول السببين اللي بيعملوا القصه دي، والسببين دول هم الشق الرئيسي اللي انا عايز اتكلم فيه هنا. فاول حاجه مطلوبه من ام عبد الرؤوف، انا عارف ان هي الكلام والحوار اللي داير منصب على ان القصه دي حاجه في الطب اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم، اللي هي قصه تكوين اجسام مضاده في بدايه الحمل تؤدي الى انفصال وسدد في الاوعيه الدمويه اللي بتوصل الدم للجنين. طبعا هي بتاخد الحمض الفوليكول اسبوسيت، بس دول كعلاج غير كافي لست تكرر عندها الموضوع مرتين. طالما تكرر عندها الموضوع مرتين معناه ان السيفيريتي اوف ذا كونديشن، يعني قسوه الحاله، بتبقى عاليه شويه، ومعناه ان الاسبورين بتاع الاطفال اللي بتاخده 75 لن يكون كافي في منع هذا الحوار. فاول نقطه مطلوبه من ام عبد الرؤوف هي بعض التحاليل الطبيه. مطلوب منها حاجه في الطب، اول حاجه مهمه جدا ان انا اعمل حاجه اسمها منحنى سكر، منحنى تكسير السكر في الدورة الدموية. يبقى لازم تعمل حاجة اسمها منحنى سكر في الدورة الدموية، تعمله في معمل كويس جدا. ده بتنزل المعمل صايمة 8 ساعات وبتقول له أنا جاي أعمل منحنى سكر في الدورة الدموية، ومعاه تعمل مع منحنى السكر حاجة اسمها الهيموجلوبين السكري. يبقى هي نازلة تعمل تحليلين، الأولاني اللي أنا قلتهم، حاجة اسمها منحنى سكر في الدورة الدموية، والحاجة التانية اسمها حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين، او اسمه الهيموجلوبين السكري. الهيموجلوبين السكري
التحليلين دول مهمين جدا، دول اول شق. منحنى السكر ده لو طلع فيه واحده ابنورمال فاليو، يعني المنحنى ده بيرسم نتائج تقارن هذه النتائج المنحنى بالمنحنى الطبيعي، لو انا عندي نتيجه واحده غلط يبقى انا عندي حاجه اسمها اضطراب في تكسير السكر، لو انا عندي نتيجتين غلط يبقى انا عندي حاجه اسمها سكر حمل، يبقى لازم اعمل حاجه اسمها منحنى سكر. وعايز اوضح يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ان انا اقول اصلا انا حللت سكر ورحت عملت تحليل سكر فتحليل السكر طلع كويس يبقى انا ما عنديش سكر، الكلام ده كلام فارغ، ما بقاش حد بيعترف بيه. ليه؟ لان ممكن انت تروح المعمل كل اللي واكله واكل حته ساندوتش صغير ورحت حللت، واحد تاني لا ده فطران خمس ترغيفه وفطران طبقين فول وراح حلل، في اختلاف في النتيجه اللي هتطلع للبني ادم المحلل ده واختلاف عن النتيجه دي، فمين فيهم؟ من هنا اصبح ما فيش حاجه اسمها تحليل سكر عشوائي اقدر احدد بيه اذا كان الست دي عندها سكر حمل ولا لا، هذا الكلام اصبح ليس له بيز، ملوش قاعده. اذا لابد من حاجه اسمها ستاندرايزيشن، يعني يتحط ستاندرد حاجه مميزه ان انا انزل المعمل صايم 8 ساعات ويشربوني كوبايه معينه فيها 75 جرام سكر نوع من انواع البودره بتتدوب، ودي بتتقاس بالجرام عشان في بعض الستات بتحكي لي حاجات تطلب منها التحليل تلاقيها راحت المعمل يعمل لها حاجات غريبه ويقعد يشربها ما اعرفش ايه، الكلام ده كله كلام فارغ، هي كوبايه وبيتدوب فيها 75 جرام سكر لون بودره بيضة كده بتتدوب وتشربها وتقعد في المعمل يبتدي يسحب منها عينات ويرسم لها منحنى، المنحنى ده طبيعي يبقى الامور طبيعيه، المنحنى فيه values abnormal يعني فيه نتائج abnormal يبقى اذا تبع النتيجه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه abnormal، واحده ولا اثنين ولا ثلاثه غير طبيعيه. يبقى انت حاجه تنزلي تعملي منحنى سكر تكسير سكر في الدوره الدمويه، وهتعملي حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري. خطوه رقم اثنين في التحاليل حضرتك هتعملي حاجه اسمها زمن وتركيز بروثرومبين. زمن وتركيز بروثرومبين. والتحليل الرابع اللي هتعمليه حاجه اسمها بي تي تي، اسمه كده اسمه بي تي تي، ماشي؟ دي التحاليل المفروض هتعمليها مع بروف. اما بالنسبه لبرنامج العلاج لا، هذا العلاج غير كافي. حضرتك اول حاجه حمض الفوليك لازم الجرعه بتاعته تاخدي حاجه اسمها حمض الفوليك اسمه 5 مللي، حمض الفوليك اسمه 5 مللي، اسمه 5 مللي جرام. يبقى انت حاجه هتاخدي حمض الفوليك ال 5 مللي جرام هتاخدي منه حبيتين في اليوم، يبقى لازم تاخدي حمض الفوليك 5 مللي جرام وتاخدي منه 2 حبايه في اليوم. ده ليه؟ عشان خاطر التجريتول اللي بتاخديه، يبقى لازم تاخدي حمض الفوليك 5 مللي جرام حبيتين في اليوم. خطوه رقم 2 الاسبوسيب بتاع الاطفال اللي انت حضرتك بتاخديه لازم يبقى 2 حبايه مش حبايه، يا اما الاسبوسيب بتاع الاطفال ده تبطليه خالص وما يبقاش 2 حبايه وتجيبي نوع تاني من الاسبوسيد، مش اسبوسيد اسمه اسبرين 100 بروتكت، حاجه اسمها اسبرين 100، في نوع من الاسبرين اسمه اسبرين 100، اسبرين 100 ده بتاخدي منه حبايه كل يوم لو جبتيه، ده اسبرين مستورد بتاخدي منه حبايه كل يوم، لو ده مش افيلابل ومش متوفر عندك هتاخدي الاسبوسيد بتاع الاطفال اللي عندك الحبايه ال 75 ده حبايتين كل يوم. خطوه رقم 3 حضرتك هتجيبي حاجه اسمها اوميجا 3 وهتاخدي منه حبايه كل يوم، حاجه اسمها اوميجا 3 حبايه كل يوم. ايه الاوميجا 3 ده؟ ده عباره عن نوع من انواع التونكس او الفيتامينات المهمه جدا لحضرتك، لان ده حاجه اسمها فيتامين مضاد للاكسده، بيساعد حاجه اسمها البيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين ده اللي بنقول عليها القاعده بتاعه الخليه على انها تقدر تقاوم التوكسينز وما يحصلش مشاكل، يعني تقدر تقاوم اي تكسير في السكوميه في الكونديشن دي في المرحله دي. فانت حضرتك هتاخدي الانتي اوكسيدنت ده حبايه كل يوم، يبقى تجيب الاوميجا 3 بلس وتاخدي منه قرص كل يوم. خطوه رقم 4 حضرتك هتاخدي حاجه اسمها فيتامين سي حبايه كل يوم، فيتامين سي حبايه كل يوم. خطوه رقم 5 حضرتك لازم تجيبي حاجه اسمها كليكسان 20 وتاخدي كل يوم امبول تحت الجلد، ده بيتاخد في الايد او بيتاخد حوالين السره، هتاخدي حقنه اسمها كليكسان 20 امبول كل يوم. حضرتك الكليكسان 20 ده في منتهى الاهميه ولازم تجيبيه وتاخديه من النهارده. حقنه اسمها كليكسان 20 هتاخدي منها امبول كل يوم. الخطوه بقى اللي تهمني حضرتك بتمشي على العلاج ده اللي انا سمعته دلوقتي حضرتك واحده الى الثانيه، وحضرتك لازم خلال الفتره دي بتبتدي تعملي الفحوصات اللي انا شرحتها لحضرتك اللي هي تشمل البي تي تي والبي تي والبي سي. طبعا لهذه الفحوصات والتحاليل بنقول بقى جرعه الكليكسان 20 دي هتزيد وتبقى 40 او 60 او 80 اللي هي الحقنه، لان الحقنه اللي تحت الجلد دي في منتهى الاهميه، يبقى احنا بنزود الجرعه بتاعه الحقنه طبعا للفحوصات اللي انا طلبتها من حضرتك دلوقتي. يبقى هذه الفحوصات بعملها عشان اشوف والله انا البي تي تي بتاعي
لا محتاج ازود الحقنه ولا لا، والبرسونوم بنتام والكونسنتريشن بتاعي لا انا محتاج اعلى من كده ولا لا. حضرتك هتبداي باللوست دوز باقل جرعه اللي هي الكليكسان 20 امبول كل يوم، وتمشي عليه حقنه كل يوم تحت الجلد. يبقى حضرتك هتاخدي الفوليك حبايتين، الاسبوسيد قرصين، حضرتك هتاخدي فيتامين سي، حضرتك هتاخدي الاوميجا 3 بلس، وحضرتك هتاخدي حاجه اسمها الكليكسان 20 امبول كل يوم تحت الجلد لحد ما تعملي التحاليل والفحوصات بتاعتك ونشوف هل في مشكله كمان في تكسير السكر في الدوره الدمويه ولا لا. اما الكلام حضرتك بتقولوا لي في الاول لا ده لا يصلح ولا يتماشى اطلاقا مع الحاله، وده كلام معناه ان هم عايزين يكرروا الموضوع ده تاني. والله المستعان. ولو حضرتك عاوزتي اي حاجه تاني هتكلميني وانا هقول لك تزودي خطوات العلاج ازاي. بالنسبه للاتصال الاخر اللي جالي من ام منى اللي هو كان قصه القرحه، هي عامله القرحه من اسبوعين، وطبيعي جدا يا ام منى بعد القرحه من 10 ايام لاسبوعين لازم تلاقي بينزل عليك نقط دم ولازم يبقى عندك شويه مغص. بس انا هشرح لحضرتك يا ام منى شويه حاجات لازم تاخديها. ليه دايما بعد القرحه او عملها ب 10 ايام لاسبوعين يحصل القصه دي؟ لان القرحه دي بتبقى عباره عن زي جرح، هذا الجرح موجود في منطقه عنق الرحم، هذا الجرح وهو بيلتئم بيعمل حاجه زي كراست، كراست ده زي القشره، هذه القشره بتيجي بتقع بعد 14 يوم فتبتدي ينزل عليك سبوتنج يعني نقط دم، ويبتدي النقط الدم دي تبقي حتى لا حاسه بريحه شبه الحيض لان نظرا لوجود كان في التهاب. الوجع الجامد اللي انت حاساه مع الالم ده معناه ان انت لسه العلاج غير كافي. يعني الطبيعي ان ينزل نقط دم، الطبيعي ان يبقى الكلام ده موجود، بس اللي مش طبيعي معاكي شويه ان انت لسه حاسه بكلمه وجع جامد وحاسه بالام جامده، وده معناه ان حضرتك لازم تاخدي حاجه اسمها انتي انفكتيف يعني ادويه مضاده للالتهابات اقوى من كده شويه. فليا رجاء عندك يا ام منى حضرتك هتجيبي بعض الحاجات اللي هوصفهم. حضرتك طبعا انت اكيد عندك مطهر او تشطيف ولازم تكوني مستمريه عليه، سواء كنت بتستخدمي اي نوع من المطهرات، سواء كنت بتستخدمي سيتال جولد وات ايفر، اي تشطيف تستمري عليه لازم هتفضلي ماشي عليه. خطوه رقم 2 حضرتك هتستخدمي اللبوس. لا مفيش حاجه اسمها اصل العلاج خلص فما كررتوش، لا حضرتك لازم تستخدمي البوس زي الامريزول ان او البيتادين وتبتدي تستخدميه الصبح وبالليل. يعني هتستخدمي اللبوس زي الامريزول ان او البيتادين وتستخدميه الصبح وبالليل. انما بعد اذنك يا ام منى حضرتك هتجيبي لازم مضاد حيوي، ولازم المضاد الحيوي ده هيكون في صوره حاجه من اتنين، يا اما كبسول يا اما حقن. لو انت حضرتك مش عايزه تاخدي حقن يبقى لازم هتجيبي حاجه اسمها سيبرو فلوكساسين 250 وتاخدي منه حبايه صبح وبالليل لمده 5 ايام. تجيبي حاجه اسمها سيبرو فلوكساسين 250 وتاخدي منه حبايه صبح وبالليل لمده 5 ايام. لو حضرتك ما عندكيش مانع يبقى افضل ان حضرتك تاخدي بعض الحقن الانجكشنز، ثلاث حقن تاخديهم لمده 3 ايام، حاجه اسمها ماكسيبين 1 جرام بتاخدي حقنه كل يوم لمده 3 ايام. هينتهي بامر الله الكريم الالام اللي عندك دي خالص، الالتهاب ده هتحسي ان التئامه بقى اسرع. لو استمريتي على التشطيف سواء سيتال او جولد واستمريتي على اللبوس صبح وبالليل وخدتي ثلاث حقن من الماكسيبيم او مشيتي على علبه سيبرو فلوكساسين حبايه صبح وبالليل لمده 5 ايام، الالام دي هتنتهي باذن الله الكريم خالص. معانا اتصال اخر، ام جهاد. السلام عليكم. اتفضلي يا ام جهاد. السلام عليكم. عليكم السلام، علي صوتك يا ام جهاد بعد اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ لو سمحت حضرتك انا كنت انا ولدت مره واحده قبل كده. ايوه. وبعد الولاده حصل لي حضرتك نزيف. تمام. ففضلت النزيف ده الدكتوره فضلت سايباني فتره يعني لسوء فهم عندها او حاجه لا اعلم يعني. ايوه. ففضلت حضرتك من اذان الظهر لحد العصر. وبعدين بعد كده دخلونا عمليه تاني وقالوا لي ان الرحم كان حصل فيه ارتخاء او حاجه زي كده. تمام. وبعد كده حضرتك انا يعني بعد كده بعد حوالي شهر او اكتر خدت وسيله اللي هي اللولب. تمام. وطول الفتره بتاعت في الفتره دي ظهري كان بيوجعني جامد، وكان طول الفتره كان ايام الدوره بينزل نسبه دم كبيره وكان في مشاكل كتيره يعني وكده. تمام. وفضلت حضرتك مركباه حوالي سنتين. تمام. وانا شلته ويعني من حوالي 5-6 شهور كده ودلوقتي حصل حمل. تمام. فدلوقتي حضرتك انا برضو بعد ما شلت حضرتك اللولب انا ظهري برضو بيوجعني، مازال بيوجعني برضو يعني زي الاول، بس مش كل يوم، في فترات كده بيجي يوجعني جامد. وحضرتك انا من اول ما حصل الحمل انا دايما بيجيلي مغص في بطني ما ببقاش مستحمله حضرتك المغص ده. وحضرتك هل في مشاكل يعني هل في خوف من اللي حصل في الرحم قبل كده في الولاده الاولانيه
او انا كنت والده طبيعي، هل هقدر ان انا اولد طبيعي في المره دي ان شاء الله، او في اي مشاكل يعني؟ حاضر يا مجاهد، حاضر. ماشي، شكرا. تحت امرك يا مجاهد، حاضر. وحضرتك معلش سبب المغص اللي بيجي لي دون ايه؟ هشرحه لك حالا. حاضر. ماشي، شكرا لحضرتك. حاضر يا مجاهد، جزاكم الله خير. ربنا يجازيك خير يا مجاهد. معايا اتصال اخر. مدام منى. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. لو سمحت انا بكلم حضرتك على طول، واخر مره كنت بكلمه حضرتك كان عندي بتاع ده البيضات كانت ضعيفه. تمام. قلت لي اعملي مخزون مقياس لمخزون البيضات. تمام. ويوم 21 من الدوره. تمام. طلع 5.3. ده ال 5.3 ده التحليل بتاع اليوم ال 21 من الدوره. تمام. تحليل البروجسترون طلع 5.3. والتحليل بتاع مخزون البيضات طلع قد ايه يا مدام منى؟ مش عارفه والله، التحليلات عند الدكتور الصراحه. طب وقال لك لما رحتي للدكتور ووريتي له التحليل بتاع المخزون بتاع البيضات، قال لك المخزون بتاعك كويس ولا المخزون ضعيف؟ لا، قال لي ده ضعيف، عايز حقن مجهري. قال لك ده ضعيف ومحتاج حقن مجهري. قلت له انا امكانياتي يعني ما تسمحش ان انا اعمل حقن مجهري، قال لي خلاص انا همشيكي بالمنشطات، بس المنشطات قويه. هو المخزون قال لي بس كميته مش قليله، قال لي لا كويسه، وقال لي بس المشكله التكيسات عندك. المشكله التكيسات. طيب حاضر يا مدام منى، هجاوبك حالا. حاضر. طب لو سمحت معلش، اتفضلي. اللي عندي الهرمون اللبن ما بيروحش خالص، وكنت باخد الحبايه بعد العشاء كل يوم، الدكتور بيقول لي لا ما بيمنعش الحمل. تمام. جاوبني. حاضر، هجاوبك. حاضر على القصه دي. حاضر يا مدام منى، حاضر. تحت امرك يا مدام منى. بالنسبه للاتصال الاولاني بتاع مجاهد، هي مجاهد قالت بعد الولاده انها حصلها نوع من انواع الارتخاء، ودخلت العمليه الثانيه بعد العصريه، والحمد لله رب العالمين. انا بعتبر ان ربنا كرمها من واسع انها قامت بالسلام، ده كرم من الرحمن ان المشكله عدت على خير، لان احيانا هذه المشكله يا جماعه بتاع الارتخاء بيحصل فيها مشاكل كبير. ناخد اتصال اخر وبعدين نكمل اجابه الاسئله. معانا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا شيماء. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي 8 اشهر. ايوه. ورحت الاول كان عندي التهابات كده. ايوه. كشفت دكتورات عندك التهابات، وراح مشيتني على علاج برشايه. تمام. فرحت تاني، رحت الدكتوره تانية يعني، فقالت لي انت عندك كيس اسمه كيس وظيفه بطنك. تمام. فقالت لي مشيتنا على علاج كده، وفي علاج منع اللي هو عيام برشام، منع عيام الطبيعي وكده. تمام. فروحت لدكتور تاني فقال لي عندك التهابات من جوه. تمام. مشينا على علاج شهر، والدكتوره اللي هي الاولانيه انت عندك كيس اسمه كيس وظيفي في بطنك. تمام. فروحت الدكتور تاني قال لي لا، دي اسمها وايده الحمل، انت ما عندكش ولا كيس وظيفي ولا كيس حاجه. ومشيتنا على علاج اللي هو بتاع الكيس الوظيفي دوت. تمام. بعد كده رحت الدكتور تاني قال لي انت عندك التهابات وكده، مشيت على العلاج شهر. ايوه. ومعرفش بقى الالتهابات نزلت ولا ما نزلتش. تمام. هل انت عندك مشكله يا شيماء، تعبانه من حاجه، ولا انت مش حاسه بفيه التهابات ولا حاجه؟ لا، في زي ما تكون التهابات بتنزل عليا يعني، زي التهابات بتنزل عليا من تحت. تمام. وانت عملتي تحاليل وفحوصات انت وزوجك ولا لسه يا شيماء؟ لا، لما عملت اللي هي قالت لي اشعه اللي هي بتبان الرحم وكده. عملتي بس الاشعه اللي بتبان الرحم اللي هو السونار المهبلي، بس ده اللي انت عملتيه. انما ما عملتيش تحاليل دم انت خالص يا شيماء؟ لا، ما عملتش تحاليل. طيب زوجك بس عمل جزء بس عمل التحليل دوت. ايوه. تحليل السائل يعني كده. تحليله طلع كويس؟ كويس، ما فيش حاجه. طيب تمام. حاضر. حاضر يا شيماء. ماشي. حاضر. هنمسك يا جماعه الاتصالات اللي جات لنا. الاتصال الاولاني اللي احنا هنجاوبه الاتصال بتاع ام جهاد. مجاهد بتقول بعد الولاده حصل نزيف، يعني حاجه اسمها ارتخاء في العضله الرحميه، والحمد لله رب العالمين ربنا ستر، الموضوع عدى لخير والحمد لله، هذا كرم من رب العباد. طبعا الارتخاء بتاع العضله الرحميه ليه حاجات كتير قوي، يعني ده موضوع كبير جدا في الطب، وده واحد من اخطر المشاكل اللي بتواجه اي ست في الدنيا هي داخله تولد. وعايز اقول ان القصه دي كون انها سبحان الرحمن دخلت العمليات تاني وقامت بالسلامه وخرجت، ده كرم من رب العباد المستعان، وده كرم كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى، لان القصه دي ممكن تنتهي بمشاكل كتيره قوي.
ولكن ازاي هنتجنب بقى؟ هو ده اللي انا هقوله لها دلوقتي. بتقول ركبت لولب بعد كده لمده سنتين، واللولب كان بعد كده شالته من 5-6 شهور، حصل حمل، ولكن الالم اللي كانت حاساه على اللوب لازال الالم ده مستمر. وبتقول بتعاني من مغص مستمر، وعايزه تعرف المشكله الماضيه دي ممكن تتكرر ولا لا، وهل امكانياتها تولد طبيعي ولا لا. فاول حاجه مجهات، ايه سبب النزيف اللي بيحصل بعد الولاده؟ حاجات كتير قوي. واحد، لو انا داخل اولد وعندي انيميا، يبقى اول سبب لو انا داخل اولد وعندي انيميا، لدرجه ان بعض الكتب الطبيه بتحط جمله جميله قوي، يقول لك ان it is condemned to deliver a patient with hemoglobin less than 10، يعني انها تعتبر جريمه، جريمه أن تقوم بولادة مريضة هيموجلوبينها أقل من 10. وهذه الجملة موجودة في كتاب بتاع علم الولادة اسمه نوفاك. الجملة دي لذيذة قوي، ولازم نبقى حطينا في الاعتبار لخطورتها، وهشرح الخطورة بتاعتها إيه. معانا اتصال آخر بس عشان ما نسيبوش على الخط. معانا أمة الله، اتفضلي يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا أمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا حامل يعني في آخر الشهر الثالث كده، يعني إن شاء الله أبدأ في الرضا بعد يومين. تمام. لكن بقالي كام يوم كده وانا عندي الم فظيع في بطني كده من تحت وفي ظهري. تمام. الدكتور بقى ما بيسيبنيش خالص، يعني وتعب دايما، واحس ان الاكل كده بارد على قلبي، مش بقدر اتنفس. يعني تعب جامد مش عارفه، وكمان خصوصا الالم اللي في ظهري وفي بطني ده اقل مجهود، يعني ممكن حاجات بسيطه خالص بتعبني، مش قادره اتحرك ومش قادره اقف، يعني اخد فتره. فدي ده يعني سببه ايه؟ حاضر يا أمة الله. الله يبارك فيك. حاضر يا أمة الله. ربنا يجازيك خير يا أمة الله. فنرجع تاني للمجاهات، ونرجع للاتصال بتاعها ونتكلم. يا ترى ايه الجملة والخطورة بتاعت كلمة واحدة ست داخلة تولد وعندها انيميا؟ داخلة ولد وعندي انيميا معناه انا عرضة تماما للنزيف، ومن هنا بنقول انها تعتبر جريمة ان تقوم بولادة مريضة هيموجلوبينها اقل من 10. اذا اي ست هي داخلة تولد والهيموجلوبين بتاعها اقل من 10، علميا الست دي لازم تخش تولد وهي محجوز لها دم. ده الكتب بتاعت الطب، يعني عشان الست دي تخش تولد لازم يكون محجوز لها كيس دم محجوز قبل ما تولد، استخدمته ما استخدمتوش، ما خدتوش، ما فيش مشكلة. إنما ده الكلام اللي في الكتب، وده الكلام العلمي عشان الست ما تتعرضش المشكلة. يبقى أول سبب يا مجاهات هو أول سبب الأنيميا. سبب رقم 2، لو أنا عندي عناصر التجلط في الدورة الدموية كانت قليلة بعض الشيء. يعني ايه؟ يعني انا عامله تحاليل وفحوصات. المفروض اي ست داخله تولد بتبقى عامله فحوصات تشمل وظائف الكبد، وظائف الكلى، تشمل تحليل البول، السكر بتاعها قبل الولاده شكله ايه، صوره الدم بتاعتها شكلها ايه، الصفائح الدمويه دي مظبوطه ولا لا. احنا عامه في مصر الحمد لله رب العالمين، ده من كرم الرحمن، كل الناس بتخش تعمل كل حاجه، ولا هي عامله اي حاجه في اي حاجه، وربنا سبحانه وتعالى ستر على العباد، ودي بتخرج بالسلامه، دي ما تخرجش تبع الكرم بتاع ربنا. كان الموضوع كله سهل وبسيط لو انا كنت عملت شويه تحاليل، كنت عرفت انا عندي مشاكل 1-2-3-4-5 قبل ما اخش اولد، والله المشاكل اللي عندي دي تقعد تتظبط، يبقى انا خرجت بالسلام. انما انا ما ظبطتش اي حاجه من المشاكل دي، يبقى انا هخش وستر ربنا سبحانه وتعالى هو الاول والاخر فوق كل حاجه. فطبعا حضرتك ده معناه ان كان في فحوصات طبيه كتير جدا حضرتك ما عملتهاش قبل ما تولدي، ولا واحد منهم كان مقيم. ولكن حضرتك دخلتي طبعا في حاجات تانية، حاجه اسمها سيرفايكال تيرز، لو في قطع في عنق الرحم وما تمش تشخيصه، لو في جرح في المهبل من الداخل وما تمش تشخيصه، لو كان في جرح في الرحم من الداخل وما تمش تشخيصه. يعني عشان كده حضرتك انت ورحتي قايله لي والله اعلم اذا كان هي ده قله خبره منها ولا لا، على اساس ان انت شكيتي ان في مشكله في الداخل، اي قطع موجود ولكن هي صلحته بعد كده. هنيجي نتكلم بعد كده. انت دلوقتي حصل حمل من 5-6 شهور، وبتقولي لازال عندي الام مستمره موجوده على طول، فين؟ في ظهري او موجوده في بطني. الالام دي ليها اسباب كتير قوي، ودي قريبه من الاتصال اللي لسه امه الطلاب بتتكلم عليه. ايه الالام بتاعت الظهر والبطن المستمر؟ اول اسباب يا جماعه، السبب الاولاني حاجه مشهوره قوي عندنا، حاجه اسمها ان اول ما الست تبقى حامل تبتدي كل الاكل بتاعها يبقى حاجه اسمها سولت اند سبايس، يعني عماله تاكل في حوادق ومخللات من اول ما الحمل بدا. مع العلم الجمله اللي انا بقولها دايما، احنا يا جماعه اي ست حامل لازم تمنع تاكل ولا ترشي ولا مخلل ولا زيتون ولا ليمون ولا شطه ولا الكلام ده خالص، لان لازم نفكر ان في ناس تانية في العالم، في حته تانية في العالم، في اوروبا، في امريكا، عندهم الناس دي بيقدروا يخلفوا ويجيبوا عيال، ولا هم بياكلوا الكلام اللي احنا بناكله ولا بيجوا جنبه خالص، ومع ذلك بيقدروا يجيبوا اطفال. اذا انا محدش يتحجج
في الحمل ويقول لي ايه اصل انا ما بعرفش اكل الا اذا اكلت حاجه مش لا هتاكل وانت سيب نفسك خالص لما تجوع هتاكل انما ما تقوليش اصل انا مش هاكل الا اذا اكلت ما اعرفش لا ما تاكلش لو ده الاكل لازم يبقى يتاكل بالاسلوب ده ما تاكلوش ليه لان انت لما هتاكل بالطريقه دي هينتج عن كده التهابات مستمره في مجرى البول التهابات مستمره في المهبل الام مستمره اسفل البطن اذا انت بتاكل الاكل اللي انت عايز تاكلها ولكن التوابع بتاعتها ان على طول هيبقى عندك مغص في بطنك موجود اذا لازم الشوكولات والشوكولاته لازم تقل جامد جدا في الحمل ممنوع اكل الحاجات اللي هي الشيبسي والكاندز والكلام ده كله ممنوع في الحمل حضرتك ما ينفعش تاكل مخللات وزيتون وليمون طول ما انت قاعده في الحمل حضرتك ما ينفعش تاكل رنجه وفسيخ طول ما انت قاعده في الحمل حضرتك ما ينفعش طول ما انت قاعده تحطي شطه وفلفل وانت بتاكلي في الحمل يبقى اذا الكلام ده كله لازم يتمنع لانه واحد من الاسباب الرئيسيه لالتهابات مجرى البول والالتهابات المهمليه التي تؤدي الى هذا المغص سبب رقم 2 بالنسبه لي كمجهد للمغص هو وجود اللوب وانت كان ظهرك وجعك فارق جدا ان انت يبقى عندك شويه التهابات هذه الالتهابات لازالت مستمره ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى حملتي على شويه الالتهابات بتاع عنق الرحم وهذا الالتهاب بتاع عنق الرحم لازال عامل لك وجع في ظهرك في الوقت الحالي انت هتمنعي العناصر بتاعه الاملاح اللي اتكلمنا عليها والشطه السبب رقم 2 ان انا هبتدي استخدم لو انا عندي اي افرازات او التهابات او افرازات بتنزل ليها ريحه مش كويسه او افرازات بتسيب اثر في الغيار او حاسه ان انا عندي الام شديده في الظهر هبتدي استخدم حاجات زي التشطيف زي السيتال او الجولد واستخدم حاجه كريم اسمه جاينوتروسيد او امريزول بوس يبقى انا هستخدم بعض الحاجات دي على اساس انها تستخدم كمطهرات تطهر المهبل خطوه رقم 3 بتزود الالام بتاعه الظهر لو انا والله انا ببذل مجهود زياده عن اللازم يبقى اذا المجهود الزايد عن اللازم هيعمل لك برده الام في ظهرك انا بشيل واحط بزياده عن اللازم ما بديش نفسي فرصه ان انا ما اشيلش حاجه تقيله بعمل مشاوير فترات طويله بركب مصالات فترات طويله يبقى الام الظهر اسبابها مجهود زايد عن اللازم التهابات في المهبل سوء في طرق التغذيه الحاجات اللي انا قلتهم لازم حضرتك تركزي فيهم طيب ازاي تتجنبي المشكله اللي حصلت لك قبل كده هيك مجهد لازم في الحمل ده تبتدي تعملي فحوصات طبية يبقى حضرتك لازم هتعملي صورة الدم تعملي وظائف الكبد والكلى حضرتك لازم تعملي زمن وتركيز بروسترومبين وتعملي تحاليل السكر اللازمة زي اللي أنا شرحتها هذه التحاليل والفحوصات هتبين والله أن عندي أنيميا تتصلح قبل الولادة والله أنا كان عندي مشكلة تتصلح قبل الولادة أما في حتة بقى عندك مش هيبقى ليها إيه أي تفسير وهي ان انا لما دخلت تاني قلت العمليات هل انا كان عندي حاجه اسمها سيرفايكال تير يعني قطع في عنق الرحم وصلحوه او قطع في المهبل وصلحوه وده واحد من الحاجات اللي عندنا اللذيذه او في مصر لان ما فيش حد بياخد ورق باي حاجه ولا عنده دوكيمنت ولا برهان فما حدش يقدر يعرف الكلام ده والله لو انا الدكتوره موضع ثقه هسال والله يا دكتوره هو انا كان عندي اي حاجه في عنق الرحم وحضرتك خيطتيها مثلا تاني ما شفتهاش في اول مره او كان عندي اي قطع في المهبل حضرتك خيطتيه لو انا عندي قطع في عنق الرحم ما يفضلش الولاده الطبيعيه بعديه يبقى انا لو عندي سيرفايكال تير يعني عندي جرح في عنق الرحم يبقى يفضل لاول القيصريه في الولاده اللي جايه ليه لحسن اول الطبيعي فالجرح الاولاني ده يتفتح تاني ويكستند يمتد لفوق فيبقى في حاجه اسمها في الجزء الاسفل من الرحم ما فيش داعي منه يبقى اول القيصريه يا اما لو انا ما عنديش اي قطع ولا كان في اي حاجه ومجرد ارتخاء يا دكتوره في العضله الرحميه زي ما انت قلتي لي يبقى خلاص انا ممكن اقدر اولد طبيعي طالما ان تحاليلي كلها كويسه لان لو انا تحاليلي فيها انيميا او ضعف في البروسترومبين او انا جسمي ضعيف جدا لا يبقى ساعتها اولد سيزيريان او اولد قيصري وده مور سيف اكثر امانا ليكي في حاله ان الفحوصات كويسه يبقى لازم تعملي تحاليل كويس في الحمل والتحاليل دي يا مدام ام جهاد ما تتعملش في اول الحمل بس حاجه تعمليها في الاول وفي نص الحمل وقبل ما تولدي تعمليهم 3 مرات يعني ما تعملهمش اليومين دول وتيجي تعتمدي عليهم لغايه ما تيجي تولدي تكون الدنيا اتدهورت ما ينفعش تعمليهم 3 مرات في الحمل الاتصال الاخر اللي كان معانا اتصال من منى منى كانت كلمتني قبل كده وكنت انا قلت لها يا منى اعملي قياس لمخزون البويضات فراحت قالت لي دلوقتي هما نقطتين عكس بعض قال لها قياس مخزون البويضات بتاعتك يا منى ان هو ضعيف وان انت محتاجه حقن مجاري ده كلام الطبيب اللي عرضت عليه التحاليل اللي راح ردت عليها الرد ده لو انا عندي مقياس البويضات يا منى ضعيف ومحتاجه حقن مجاري لو الجمله دي اتقالت ما ينفعش تاخدي منشطات اصلا ليه لان انا لما هاخد منشطات انا هاخد من المخزون اللي هو اوريدي بالفعل عندي هو ضعيف يبقى انا عدمت المخزون ده العافيه يبقى حتى بعد شويه ولا هعرف اعمل حقن مجاري ولا غير حقن مجاري ولا هعرف اخلف يبقى اذا لو انا عندي المخزون ضعيف لا يفضل اخذ المنشطات الا بهدف ان انا داخل اعمل اخصاب صناعي طيب لو انا عندي المخزون ضعيف
ما ينفعش يا منى بعد كده اقول اصلا انا عندي تكيسات. لا يتماشى هذا الحوار. يعني ما ينفعش في لحظه من اللحظات يبقى انا عندي المخزون ضعيف وفي المقابل يبقى عندي تكيسات، الاثنين عكس بعض يا منى، ما ينفعش. ده كلام اسمه ضد بعضيه. لو كانت انت الظروف بالنسبه لك ما تسمحش بعمل الحقن المجهري، اذا ما ينفعش نقول لك ان انا حدي منشطات جامده شويه عشان خاطر لغايه ما تطلعي تبويض. فالكلام ده منى فيه تضاد. طبعا تحليل البروجسترون انت قلت لي 5.3 وده معناه ان انت عندك ضعف في هرمون التبويض. اما بالنسبه لهرمون اللبن اللي انت بتاخديه له حبايه بعد العشاء، لا، هرمون اللبن العلاج بتاعه اللي هو حبايه بعد العشاء ما ياخرش الحمل، بالعكس ده يساعد الحمل. اذا يا منى لو سمحتي بالنسبه للفحوصات الطبيه اللي انت عاملاها، لا لازم تبقي عارفه هل انا فعلا 100% عندي ضعف في المخزون المبيضي. يعني ايه ضعف في المخزون المبيضي؟ يعني لو انا عامله الانتي مولاريان هرمون تحليل اسمه الاي ام اتش يبقى الرقم اقل من 1. لو الرقم اقل من 1 يبقى انا عندي ضعف في المخزون. ما ينفعش ان انا اخد منشطات، والا اخد المنشطات فترات طويله هيجهد المبيض اكتر ومش هيبقى عندي بويضات خالص تصلح للانجاب. فلازم تبقي موضحه هل 100% الراجل ده عندي ضعف في المخزون والانتي مولاريان اقل من 1، لان الاثنين عكس بعض. ما ينفعش يبقى عندي تكيسات وما ينفعش يبقى عندي في الناحيه الثانيه حاجه اسمها الانتي مولاريان اقل من 1. الاتصال الاخر من مدام شيماء، قالت ان بقى لها 8 شهور زواج كانت مشكلتها متكرره في موضوع الالتهابات، واضح جدا ان المشكله دي كرونيك يعني بقى لها فتره طويله. فمطلوب منها حاجتين، او شويه قالوا لها انا عندي كيس وظيفي وشويه تانية قالوا لها لا ما عندكيش. يا شيماء، الكيس الوظيفي عشان تقدري تفرقي ما بين كيس وظيفي فعلا موجود او مش موجود، هو موضوع سهل. حضرتك كل المطلوب ان انت بعد الدوره الشهريه بتعملي السونار تاني. إذا الكيس اختفى يبقى ده عبارة عن إيه؟ حاجة اسمها الكوربس لوتيم اللي الدكتور قال لك عليها، الجسم الأصفر. لو الكيس ما اختفاش يبقى هنا فعلا ده كيس وظيفي أو اندومتريوما، يا كيس وظيفي يا كيس دموي. يبقى إذا أنت كل المطلوب منك يا شيماء عشان تخلصي من الحوارات اللي هم دخلوكي فيها كتير، تعملي سونار مهبلي بعد الدورة الشهرية. لقيتي كيس اختفى يبقى ده كيس وظيفي. كيس لسه موجود بعد الدورة الشهرية يبقى خلاص ده حاجة من الحاجات اللي لازم لها علاج. أما بالنسبة لموضوع الالتهابات المتكررة اللي عندك يا شيماء، أنا في وجهة نظري لازم تروح لحد يعمل فحص عنق رحم ويطمن إن أنت ما عندكيش حاجة اسمها تقرحات في عنق الرحم. لأن الالتهابات المتكررة لازم أنت والزوج بتاخدوا علاج مع بعض في نفس الوقت وتطمني إن عنق الرحم ما فيهوش أي التهابات ولا تقرحات. بالنسبة لأمة الله كانت بتقولي أنا حامل في الشهر الثالث وعندي ألام في البطن والظهر، وأنا لسه مجاوب يا أمة الله حالا على الموضوع ده. الطريقة بتاعت التغذية والالتهابات المهبلية ورقم 3 المجهود الزايد عن اللازم، المجهود الزايد عن اللازم أو حتى العلاقة الزوجية في بداية الحمل لو كتيرة أو متكررة بينتج عنها الآلام اللي على طول المستمرة في البطن. يبقى سواء مجهود أو علاقة زوجية أو كانت أكل بطريقة تغذية خاطئة زي اللي أنا شرحتها دلوقتي أمة الله، كل دول بيتسببوا في هذا الموضوع. مطلوب منك يا أمة الله تعملي إيه دلوقتي؟ تحليل بول على طول دلوقتي، تحليل بول كامل. هذا التحليل هيبين أنا عندي صديد في البول أو عندي أملاح في البول، هاخد لهم علاج الآلام دي تخف من بطني. وحضرتك واضح جدا إن أنت لازم تعملي التحليل ده عاجلا. لو كنت عاملاه قبل كده برضو هتعديه. فاهمة؟ طالما ان الالتهابات دي انت او الالام دي انت حاسه انها موجوده. لو عندي التهابات مهبليه لازم عليك. يبقى اذا يا ما طلع اكتر الاسباب المجهود، طرق التغذيه السيئه والتهابات مجرى البول، ودي مشهوره جدا في السيزون في الفتره نفسها بتاعت الشتاء، خطوه رقم 3 للالتهابات المهبليه، او ان انا بركب مواصلات كثيره واتنقل فترات طويله. الحمد لله رب العالمين. النهارده انا خدت كام اتصال عجبوني لانهم ماشيين مع موضوع الحلقه اللي احنا جايين نتكلم فيه، المشاكل المتكرره واللي ليها خطوره فعلا على حياتنا. كذا موضوع الحمد لله رب العالمين انا شايف ان احنا تطرقنا اليوم في هذه الحلقه. انا استمتعت بالحوار معاكم، وفعلا ان مبسوط ان انا بلاقي حاجات اقدر ان انا افيد فيها باذن الله الكريم. واتمنى من الله سبحانه وتعالى في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان احنا ناخد اسئله بنفس هذا المستوى، ونقدر ان احنا نرشد كل مشاهدي قناه الرحمه بامر الله سبحانه وتعالى بحاجات مفيده يقدروا يستفيدوا منهم في حياتهم. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم و